المهم بقى، طالما حضرتك نزلت على الارض وشفتي بقى في شرق أيوة. وغرب وشمال أيوة. وجنوب، البرامج اللي بتقوم بها الدوله في مساله وعي تنميه وعي الاسره المصريه وتحديدا اطفالنا، السيد الرئيس كتير بيتكلم عن ان احنا لازم نبدا من تحت بالظبط، من الحضانه. حضرتك بتقولي لي 7-8 سنين وبيتكلميهم على التثقيف المالي. ايوه احنا اللي بيدي ابنه مصروف لازم يخلصه. احنا فدي ثقافه مش حلوه. صحيح صحيح. التجارب دي والبرامج اللي بتعملها الدوله اخبارها ايه على الارض؟ اخبارها الحقيقه يعني عايز اقول لحضرتك انه انا كل مره بنزل قريه برجع في منتهى السعاده، وترجمه اهتمام القياده السياسيه بده انه بقى في اهتمام بالاطفال، انه حياه كريمه كمشروع هدفه تنميه الاسره، هدفه انه يروح القرى الاكثر احتياجا يشوف احتياجاتها ايه، لكن انه يتوجه كمان للاطفال، وكذلك المجلس القومي للمراه معنيه بالمراه كمان بيهتم بالاطفال. عشان لو الطفل هيبقى هو اللي جاي بالظبط، فانه الاهتمام بالطفل بقى موجود على ارض الواقع مش مجرد كلام. يعني انا بلمسه منين ما بروح قريه برجع وانا في منتهى السعاده، ان بشوف الولاد دول بيفكروا ازاي، عندهم تعطش ان هم يسمعوا يعبروا عن رايهم يحلموا ايه تفكيرهم، تحس ان هم كانوا محتاجين بالظبط نوافذ يبصوا منها على المجتمع والناس تشوفهم ويحس بيهم بالزبط. وبعد موجود بالظبط، وحاسين ان احنا بننزل لهم لحد عندهم والاهتمام بيهم وبنسمعهم، وببقى حريصه ان انا اسمع كل واحد فيهم مهم، واقوم وانا بسمع، لو لقيت كلمه ممكن اقومها، تصرف ممكن بهدوء وبلطف بيستجيبوا. واعتقد ان ده ممكن يشجع كمان اولياء الامور ان هم يسلكوا نفس المسلك اللي حضرتك بتعمليه. ده حقيقي، لان احنا يعني انا بشتغل كذا يوم، فبيبقى في لقاء مع الاطفال وفي لقاء على مسرح حضرتك، بيبقى في بقى كل الاعمار، فبيبقى في الاهل والجدود والاطفال، فالتعامل بين الاطفال المباشر ده. انا اذكر في طفل قال لي، بقول له عملت ايه حياه كريمه؟ قال لي جمله يا دكتور الحقيقه انا ادهشتني، قال لي خلتنا نعرف نحب بعض. ياه. خلتنا ده نعرف ده عنوان عريض قوي. خلت حياتنا احسن. يا الله، لما حضرتك تشوف اطفالنا والله يعني فيهم كنز. والله كنز. لما تشوف حضرتك في برضه مع المجلس، لما بنزل بقعد مع الولاد عارفين ازاي بقى دلوقتي ايه اختار الهجره غير الشرعيه، بنشتغل على مناهضه هجره غير شرعيه الاطفال. لان ما هو الطفل ده حضرتك هو اللي هيبقى شاب بعد كده وهيهاجر، او هو الطفل اللي هيطلب طلبات مغالاه فيها، فيخلي الاب يهاجر بالظبط عشان يحقق هذه الطلبات. دي زاويه مهمه جدا جدا. فاشتغلنا ده في دير مواس مثلا. دير مواس المنيا، ابعد حته في المنيا. ايوه. واشتغلناه في الطارف في القرنه، واشتغلناه يعني اشتغلته في كذا منطقه برضو، المناطق اللي هي في دراسات اتعملت ان فيها اكبر نسبه هجره غير شرعيه. فنورة يعني بقى كان في داتا او معلومات واحصاءات بتشتغلوا من خلالها، خريطه بتتحركوا من خلالها. نورة بقى هيعالج كل الكلام ده بس في قالب درامي لطيف، حضرتك مش هتحس ان في حاجات موجهه، ولكن بيعالج زواج الفتيات المبكر، التثقيف المالي، الهجره غير الشرعيه، تعرض الفتاه للابتزاز مثلا. بالظبط، الابتزاز الالكتروني. كل الكلام اللي ممكن الولاد يواجهوه دلوقتي، اضافه للمشاريع او المبادرات اللي بيشتغل عليها المجلس، كل ده هيبقى موجود في نوره بس بشكل لطيف غير مقحم في الدراما، في سياق الاحداث، بحيث انه نوصل رسائل بس من خلال حدوته بنت مصريه، كل بنت هتشوف نفسها فيها ان شاء الله.